السلام عليكم ورحمه الله. مستمعي قناه سو تي في، كيف كتشوفوا هنا كتنزل الان بالباب الرئيسي للمركب الرياضي الصرفي بمدينه وجده بعد نهايه المقابله اللي انتصر فيها الفريق الوطني المغربي برباعيه نظيفه. هنا كيف كتشوفوا مجموعه ديال الجماهير المغربيه حاضره هنا في حضره كتسنى الفريق الوطني المغربي والحافلة ديال الفريق الوطني المغربي باش نلقوا تحية. كتشوفوا الأجواء هنا، تعزيزات أمنية مكثفة لتأمين المباراة، المباراة الزورية دي الحمد لله. وكان الانتصار برباعية نظيفة للفريق الوطني المغربي، للمنتخب الوطني المغربي. كتشوفوا معنا متابعي قناة سو تي في في انتظار خروج حافلة الفريق الوطني المغربي، مجموعة ديال الجماهير اللي واقفة كتنتظر هنا وكلها صحف. بس شاهد الفريق الوطني المغربي مجموعة ديال الجماهير اللي خرجوا الساعة الأولى باش يوقفوا نفسهم في الصفوف الأمامية. كتشوفوا معنا متابعي قناة سو تي في، كيف كتشوفوا معنا وتعزيز الأمنية هنا لرجال عبد الدرك الملكي الأمن الوطني القوة المساعدة. هنا معززين باش الأمور تدوز على ما يرام. تحية كبيرة لرجال عبد الدرك الملكي والأمن الوطني ورجال القوات المساعدة. كيف كتشوفوا معنا أجواء هنا بجنبات المركب الريادي الصرفي بمدينة وجدة، الجماهير حاضرة بقوة. هنا بعد ما انتهت المقابلة لصالح الفريق الوطني المغربي برباعية نظيفة، هنا كتشوفوا معنا متابعي قناة سو تي في أجواء هنا الجماهير الوجدية والجماهير المغربية حاضرة. هشام الفريق الوطني المغربي انتصر بأربعة أهداف مقابل لا شيء. الله يبارك فيك شيخ هشام، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا 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 خويا، الله يبارك فيك. سي ايوب مازال الخدمة، حتى لا سيرت نهس، حنا مازال خدامين، مازال صامدين، مازال نقبل الأجواء هنا من مدينة وجدة. أم هشام راه قالت لك المغرب ربح ب 4-0، يا أختي العزيزة، المغرب انتصر اليوم ب 4-0. حنا هنا امام الباب الرسمي للمركب الرياضي الصرفي في مدينه وجده في انتظار خروج حافله الفريق الوطني المغربي. كتشوفوا تعزيزات امنيه قويه لرجال الدرك الملكي والامن الوطني والقوات المساعده، الامن الخاص هنا، الجماهير المغربيه اللي حاضره على طول الشارع في انتظار خروج الفريق الوطني المغربي. كتشوفوا معنا مازال الجماهير المغربية كتخرج من التيران. الله يبارك فيك السي عبد الله، تحياتي السي عبد الله خويا، الله يبارك فيك، تحية متبادلة السي عبد الله. الله يبارك فيك اختي نورة، الله يبارك فيك، مبروك علينا جميعا. هنا الإنارة ديال الملعب، الصورة
كتشوفوا معنا متابعي قناة شوف تي في، قلت لكم الجماهير المغربية مازال كتنتظر هنا خروج الجماهير المغربية مازال كتنتظر مع خروج فرق الوطن المغربي. الله يبارك فيك خويا محمد. تحية لك يا رضوان عثماني، يا رضوان عثمان تحية لك، تحية متبادلة من هنا من مدينة وجدة. شوف رجال الامن، رجال الامن كيحاولوا تبارك الله على رجال الامن، اي مستغيب كيتم الاعتقال ديالو. رجال الامن متواجدين في كل مكان، الله يبارك فيك اختي ميلودا، ديال المغرب اختي خديجه، كيف كتشوفوا رجال الامن هنا متواجدين في كل مكان باش الامور تدوز على ما يرام. يونس مبروك عليك، مبروك انت كذلك. رجال الدرك الملكي والامن الوطني والقوات المساعده حاضرين هنا القوة لتأمين خروج اللاعبين وخروج كبار الشخصيات. إلى هنا متابعي قناة شوف تي في، نشكركم على اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله. شكرا، إلى اللقاء.